أكيد بأن الوداد في أول ظهور له في عصبة الأبطال يعني أعطى واحد الوجه مشرف، ضرب قوة في أول مباراة. يعني أكيد بأن ملي تنشوفوا الشوط الأول اللي كانوا فرص ضائعة كثيرة، ثم كان سيناريو اللي سبقنا شاهدناه في مباريات كثيرة ديال الوداد في بداية مجيء السيد فوزي البنزرتي، وهو التسرع عدم اتخاذ القرار المناسب. يعني كان دائما واحد اللمسة تكون ما عندها حتى شي أهمية هي التي تتأثر سلبا في إنهاء الهجمة. هادشي شفنا أكيد بأن تم الشغل كثير خاصة من الجانب الذهني، كذلك التغييرات التي قدم مع المدرب، لا في تغيير دخول مترجي ولا بديع أو كذلك أعطت الأكل ديالها. هذا دليل بأن دكة تحتيات الوداد يعني دكة غنية وعندها عندهم قطع غيار يعني في مستوى الرسميين. أكيد بأن تنحسوا بأن بصمة المدرب حاضرة خاصة على الجانب الديني، الحرية كذلك التي يعطيها المدرب للاعبين خاصة في الشق الهجومي يجب أن تستحق، اللاعب يجب لا ليبرتي سو ميريت، ما يمكنش المدرب يعطيك حرية وانت ما تستاهلهاش. هذا خصو نعرفوا اللاعبين لأنه يقدر دو جور لوندما ما يبقاش ذاك اللاعب رسمي أو المدرب يفقد فيه الثقة. إذا وجب المهاجمة نقاش في كرة القدم العصرية، الجميع يدافع والجميع يهاجم، الأهم هو تواجد بكثافة عددية في صندوق الخصم هذا، لكن في المرتدات يجب الفريق أن يدافع بتوازن، وهذا هو المطلوب.